بخبركم قصة شاب اسمه أحمد. أحمد عمره 15 سنة، كانت طفولته هادئة مميزة باجتهاده وذكائه وأخلاقه، وأمه وأبوه كانوا ينتظرون اللحظة اللي يكبر فيها ويبدأ يحصد ثمار مجهودهم الكبير في تربيته وتعليمه. لكن اللي تبين لهم أن أحمد كلما كان يخرج من مرحلة الطفولة كان أيضا يخرج من الإطار المثالي لشخصيته إلى شخصية أخرى مختلفة تمام الاختلاف. أحمد الهادي بدأ يرفع صوته على أمه وأبوه. أحمد اللي كانت خطواته محسوبة جدا، اكتشف أبوه أنه ياخذ السيارة بالسر وسوقها بتهور وهو حتى ما عنده رخصة، ودرجاته في المدرسة في نزول، وانعزاله عن الأسرة ودخوله في عالم الأصدقاء في تصاعد، وشخصيته ظاهريا تبدلت 180 درجة. هل أحمد تغير؟ هل أحمد تحول إلى إنسان فاشل أو منحرف؟ وهل هذه علامات على مرض نفسي؟ أحمد الموجود في كل بيت والهواجس اللي تأرق أمه وأبوه موجودة أيضاً في ذهن كل أم وأب عندهم ابن في مرحلة المراهقة. ما راح نلقى إجابات مقنعة ومطمئنة لهذه الهواجس إلا إذا حطينا رؤيتنا ومعينا الشخصية على جنب وشفنا الحياة من المنظار اللي شوف من المراهق. في البداية خلنا نأخذ صورة MRI على دماغ أحمد. أول شيء بيصحح عندنا هو أن دماغ أحمد المراهق هو كيان مستقل تماماً. شو يعني مستقل؟ يعني يدار بطريقة تختلف جداً عن أحمد الطفل وأحمد اللي بيكون شاب بعد كم سنة. علشان نفهم طبيعة هذا الاختلاف لابد نصحح فكرة نمطية أخرى. الكثير منا يعتقد أن الدماغ ينضج مع التقدم في العمر عن طريق نمو الخلايا، وهذه فكرة خاطئة تماماً. الصحيح هو أن الدماغ ينضج لما تزيد فيه عمليات الاتصال بين خلاياه وأعصابه وتتفاعل فيما بينها، لما تتكرر هذه العملية كثيراً مع التجارب والتعليم يصبح الإنسان ناضج. إذا حصلنا صورة لدماغ أحمد أيام الطفولة وقارناها بصورة دماغه أيام المراهقة من خلال MRI، بنلاحظ زيادة في كمية المادة البيضاء الموجودة في الجهاز العصبي اللي اسمها مايلين. هذه المادة تلعب دور كبير في زيادة سرعة توصيل الأوامر العصبية عبر الخلايا. وفي الدماغ في شيء اسمه المحور العصبي أكسن. هذا المحور عبارة عن أنبوب ينقل الإشارات الكهربائية إلى الخلية العصبية. الآن هذا المحور لما يكون مغلف بمادة المايلين شو اللي يصير؟ يوصل الإشارات العصبية أسرع بـ100 مرة من المحور اللي ما يحتوي على هالمادة. مع إفراز المايلين في الدماغ راح تبنى خطوط اتصال جديدة بين مناطق الدماغ، وتستبعد الوصلات العصبية الضعيفة اللي ما تغلفت بالمايلين. عمليات البناء والاستبعاد هذه في دماغ المراهق نقدر نشبهها بعمليات تشذيب أغصان الأشجار في حديقتك. تقطع الأغصان علشان تعطي فرصة أكثر لنمو وإثمار الأغصان الثانية. هذه التغيرات المستمرة في دماغ المراهق تعطيه القابلية أن يتأثر بالبيئة المحيطة فيه بسرعة، لذلك تشوفه يتأثر وايد بأصدقائه بطريقة لبسهم أو بكلامهم وتصرفاتهم، وفجأة تشوفونه غير رأي تماماً وتبنى طريقة ثانية في اللبس والكلام لمجرد أنه تعرض للسخرية من أخوانه في البيت. هذا التذبذب في تصرفات المراهق له أسباب كثيرة. مع دخول الفرد مرحلة البلوغ يتصاعد فجأة نشاط الجهاز المسؤول عن توجيه العواطف اللي يسمى الجهاز الحوفي limbic system. هذا الجهاز هو اللي يعطيك شعور المكافأة لما تمارس أنشطة ممتعة وخطيرة أيضا. في الوقت نفسه تنمو منطقة أخرى من مناطق الدماغ نسميها قشرة الفص الجبهي prefrontal cortex. هالمنطقة مسؤولة عن الكثير من تفاصيل التفكير العقلاني مثل الوعي والتخطيط واتخاذ القرارات وكبح التصرفات غير اللائقة. لكن هالمنطقة ما تنضج إلا لما يصل الإنسان إلى العشرينات من عمره. بين النضج المتسارع لمركز العواطف والنضج البطيء لمركز الوعي والتعقل فترة تمتد من عمر 10 سنوات إلى 20 سنة. في هالفترة يتكون عند المراهق أو الإنسان نوع من الاضطراب الناشئ من عدم التوافق في سرعة التطور في المركزين، فيغلب عليه التفكير العاطفي المتسرع والميال للخطورة وعدم مراجعة العواقب. ولذلك نشوفه كلما اقترب من سن 20 يبدأ مثل ما نقول يبدأ يعقل
وفي الحقيقة هو فعلا علميا قاعد يعقل، لكن يحتاج إلى وقت. لما أحمد يأخذ سيارة أبوه بالسر وسوقها بتهور وبدون رخصة، هذا خطأ لكنه طبيعي. حد يقول كيف طبيعي؟ لأنه ناتج عن عوامل تحدث لكل المراهقين، لأن اللذة اللي حصلها أحمد من مركز المكافأة في الدماغ إذا قام بهالنشاط يعني أو أي نوع من أنواع المغامرات، هاي اللذة تتفوق بكثير على قوة الوعي والالتزام بالتصرفات الصحيحة، فيلقى نفسه منجرف لهذه اللذة حتى وهو يدرك أنها خطأ ولها تبعات خطيرة. خلونا نتخيل أن الدماغ عبارة عن مدينة فيها عدد محدود من الناس. المدينة صغيرة ومحدودة بمقومات الحياة والإمكانيات اللي يدوب تغطي احتياجاتها. توسعت المدينة فجأة وتضاعف عدد السكان فيها، فقررت أنها تشيد شبكة طرق جديدة تستوعب الحاجة. إلى أن تكتمل هذه الشبكة راح يضطرون السكان أنهم يستخدمون الطرق القديمة والملتوية علشان يوصلون للوجهة المطلوبة. هذا العمل راح يستغرق وقت ليس بالقصير، وفي خلال هذه الفترة السكان بيشتكون وبيتذمرون، لكنهم عارفين أن بعد انتهاء الطرقات الجديدة راح يصير حالهم أفضل. وقياساً على هذا المثال، بعد ما تكتمل الأعمال الإنشائية الدماغية في الأعصاب الواصلة في قشرة الفص الجبهي الأمامي، طبعاً هذا يصير في العشرينات من عمر الإنسان، فبالتالي يصير الإنسان هو نفسه اللي كان قبل كم سنة مراهق ومتهور، يصير إنسان عاقل ومستقر. إذا عندكم مراهقين في البيت أكيد تعانون من مشكلة سهرهم إلى وقت متأخر من الليل. الأب والأم يظنون أن بنتهم أو ابنهم المراهق قاعدين يعاندون ويتمردون عليهم، لكن اللي صاير هو أن تغير هرمونات المراهق بسرعة كبيرة تولد عنده حالة من الأرق واضطراب النوم، وهو أصلاً مو بعارف هذا الشيء لكنه قاعد يعاني. لذلك لا تتسرعون في التهديد والعقاب، وحاولوا أنكم تتفهمون حالتهم في هذه المرحلة الصعبة من حياتهم. إذن المراهقة مش فقط مرحلة نمو جسدي بل أيضاً نفسي. نمو الدماغ نمو جسماني أو فيزيكال يؤدي إلى نمو الإدراك والعواطف والعقلانية عند الإنسان. لو افترضنا أن الإنسان انتقل مباشرة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد بدون ما يمر على مرحلة المراهقة، شو اللي بيصير فيه؟ راح يفقد الكثير من الأدوات اللي بيحتاجها لمواجهة الحياة في المستقبل. على سبيل المثال راح يفقد مهارة الاكتشاف والتجريب، وما راح يكتسب تجارب، وما راح يتعلم من أخطائه، لأن قشرة الفص الجبهي اللي نضجت فجأة في هذا المثال تحذره دائما من عواقب التجربة، بينما وجود مرحلة المراهقة في المنتصف وانخفاض فعالية هذه القشرة فيها راح يعطيه رصيد من التجارب والقدرة على الموازنة بين الشجاعة في التجريب وتفادي المخاطر. كثيرين يعتقدون أن مرحلة المراهقة بتقلباتها الصعبة ظهرت للتو عند إنسان العصر الحديث بسبب التكنولوجيا والانفتاح، لكن هذه فكرة خاطئة، لأن المراهقة طبعاً رغم اختلاف أشكالها موجودة عند الإنسان منذ آلاف السنين، ولكن في بعض الثقافات يمرون المراهقين بين قوسين بتجارب رجولية سريعة فيحرم المراهق من أنه هو يستمتع بحياته، مثل محاربين سبارتا كانوا يطرشون أطفالهم لمعسكرات التدريب القاسية من سن الثامنة، صوروا يهار صغار يبعثونهم حق التدريب ويرجعون إلى أسرهم وعمارهم 16 سنة كمقاتلين أشداء أشبه بالوحوش. هذا غير طبيعي لكنه يصير في بعض الثقافات. فهم حالة المراهق بيولوجياً راح يساعدك كأب ويساعدك كأم على التعامل مع أبنائكم وبناتكم بالشكل الصحيح، خصوصاً إذا قدرتوا تفهمون تقلباتهم وصبرتوا عليهم وفتحتوا إياهم حوار مش قائم على الثواب والعقاب بل قائم على التفهم والتوجيه. المراهق يحتاج إلى منتور موجه أكثر من حاجته لأي شخص آخر، ومن أكثر الأشياء اللي المراهقين يحتاجونها هي الاستقلالية والمسؤولية. عطوهم إياها لكن اصبروا عليهم، لا تتخلون عنهم
في هذه السنوات الحساسة من حياتهم. المراهقة في اللغة العربية مش من الإرهاق مثل ما حد يتصور، بل تأتي من الفعل راهقة أي اقتربة، فهي إذن مرحلة اقتراب الإنسان من الرشد واكتمال النضج ودخوله في عالم جديد. وأخيراً كلامي للمراهق المقبل على الحياة العابر حالياً في درب كل مرينا فيه، درب غني بالتجارب والذكريات الجميلة والمؤلمة، لكنها كلها جزء من دروس العمر. فهمك للطريقة اللي يعمل فيها دماغك بيساعدك أنك أنت تستفيد من الشجاعة اللي عندك في خوض تجارب جديدة، وتفهم تقلباتك العاطفية، وبتعرف ليش أمك وأبوك يشوفونك مخطئ في الوقت اللي أنت مؤمن فيه أنك على حق تماماً. وتذكر أن مفتاح نجاحك وسعادتك موجود دائماً في داخلك، وتحديداً في دماغك. لحظة